هنداوي هنداوي انت هنداوي. قوم افتح الباب يا راجل بيخبط. ما يخبط واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ده بابنا يا راجل. يا ولي الام يا ولي، مين حاجينا ساعة زي دي؟ الام قوم يا راجل افتح لهدي. طيب طيب انكتمي باي. مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين بشحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي. مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين، بركه انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعالى يا راجل هناك تعالي. اهدي فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يا نفس زقوق، قوم من هنا. انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتم. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال. ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي؟ مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه، بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيش تعيش يا مرات خالي، ما تنسيش بحاجة وحشة. بقيت يتيم الأب والأم. طب مش كنت بعتني؟ ما أنا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمدة قام بالواجب وزيادة، كتر خيره. ما بقاش ليا حد أبدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك أنت وخالي يا مرات خالي. طب أقول لك إيه؟ إيه؟ تعالى أقعد هنا. أنا هنام هنا. ده أنا بنام هنا. ما تنام أنت على الكنبة وأنا أنام هنا يا خال. يا ما يصحش قول تعالى معايا هناك. ده أنت عليك تحكمات. فاطمه. ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا ودي وقعت. اهدي، احنا ناقصين. ايه؟ ما يصحش. انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خال. من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه سوني. سوني؟ ايوه، بتاع بيضه كده. هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش، استهدى بالله، بكره تنسي. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا صحة تهد جبال. انت فاكر نفسك ليه؟ قوم جامد قيمتك. قوم. معلش يا راس العاد، معلش، الواد جديد لسه. مونة الناس يا ابوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك. مطولوا على الاخر. لا طول بالك، طول بالك يا ريس، احنا اللي عجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم. قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. اهياني 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 اه اهياني اهياني اه اهياني اهياني اه اهياني اهياني ياني ياني اهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله. المزجت حسب الله ايه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. اهين مش كفاية جاي تاكل معانا أكلينا وتشاركنا في منامنا؟ هتبوق علينا كمان. يا ولية عيب يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا، جايب لنا شحط يشاركنا في الأوضة. ايه يا راجل، انت ما صدقت. حلو، هو صحيح، هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا بغل. ما تشد حيلك امال يا حسنين. شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي. ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عشر يا امال. بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه؟ اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر.
حضر يا ريسني. شيل يا علي، شيل يا علي. هات يا خال. ايوه شيل. هات. شيل يا علي. يلا شيل. يا نهار ازرق. ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده. ده حمار. هتقول ايه يا قلت؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت لحقت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. كان ده في تنيتك وانت زي البغل كده. كان حش وصفر. بقول لك يا احسن ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خال. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الا قهوه ايه يا خال اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايه؟ ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر مخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع عايزهم هاد الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه؟ حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال. حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فوتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال. ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت ليه؟ قال لا. انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت ميلة على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام حسن. حاضر يا خال. حاضر. دي العيشه تقرف يا اخي. ما تقلقش بالك. هو بنقلب على نيات وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا رحيم على شاي ام حسن. الا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسال ايه؟ ها يلا. انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول يا ولد. انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معاي عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه اللي ايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورق تواليت. ورق تلاويت؟ ايوه. بيعملوا به ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر.
خد خد زهقتنا يا شيخ. شامو حسن اهو. مش ليه شامو حسن؟ قال لا. انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شامو حسن؟ هو شامو حسن ام حسن عليها ايه؟ طب فزه وبتخمي. انا مش هتخم. ايه اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمد يا مرات خالي؟ انا طهقت، انا زهقت، انا عايزه اتطلق. قال لا. تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شامو حسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر، اديني خلصت يا اخوي، اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي، لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي، قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. انا عايز افهم ايه الحكايه تمام. ما هي المونة اهي. اكده وكمان هتستعملي اصلعت الى قوي يا ريس. يا ريس بيري. حلوة دي خطتك اللي تجيلي. لا والله هي اهدي، انت هتحضر معاي. طيب غور من قدامي وما تستناش هنا. غور ما تشتغلش هنا. كيف ايه الولد ده ما يشتغلش هنا وما يستناش ولا دقيقة واحدة. بس ما تقولش ولا الكتم يا ولد. قال هو هتأمر ليه؟ قال على رأي المثل بنشتغل في الشقه برضه مش عاجل. قلت لك غور من قدامي وما تستناش هنا. بره 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 الارزاق على الله. كتكميله وانت باغل عامل زي جاروس التين كده. اكده ايوه وكمان هتشتمني. ايوه هشتمك. طيب خد بقى. عيب عيب يا ريس. اوعى عيب يا ريس. اوعى عيب يا ريس. 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 عيب. اديني جبت لك شغلانه سهله اهي، لا فيها شيء ولا حظ. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استاذن انا بقى. السلام عليكم. مع السلامه يا خال. تعالى ما افهمك. هتفهمني هي محتاجه حاجه؟ تعالى بسيط. اديني تاكل احسن. ايه؟ ايه؟ تاكل. انا مكسوق. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب يا اخي. اربط الحمار مضى ما يقص صاحبه. قال لك يعني جريه في غش الناس ومعاكسه الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حلف على الشغلانه ده. انت بترفق في ايه مقطوع؟ اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمه ربنا اربه يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني. بكره هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكره تنفخر ان ليك ابن اخت زي. هتنفخر بيا اخي نفخر. ولا شغالك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجان بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربيه. يجرون العربيه ايه يا بيت؟ هشتغل حمار. حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني. هو عايز واحد يمشي معاه يساعده في بيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانة حلوة خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. إذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح. وما بنت تهز من هنا. قومي قومي كخابر، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خالي.
ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة ساعة قاعد على نار. انا بقول لك اهو قوم فزت اهو قوم يا خالد كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطه مش فوطه. قوطه ايه؟ هي بلدنا اسمها طماطم لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حور قوطه قوطه. يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. هي مجنونه بس مش بنت المجنونه ولا حاجه. طب بقول لك ايه؟ بدمها مجنونه كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. يخرب عقلك دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يعني فرجان. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي. شوف الكوسه عامله ازاي تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو معانا يا سحسنين وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا حسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمر ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجريها ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع اللي هناك كوبايه الشاي تقيله يا ولا نحسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. انت اخيلا اخيلا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يابا. يا ترى ايه اللي اخره؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فك يا حمار؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش هو تليه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ واني مال لما يجي بساله. اساله؟ ده انا هروح في سدين داهيه. يا ولا ولا محمد يا سعد بس ولا بتقول بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ بس يا ولا ولا انت عايزين تعشوني يعني؟ اوعى حد يبقى حاجه فيكم. يا خال مفيش. يا خال اسمع الكلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني فهمني لقمه العيش هنا صعبه لازم تشتغل وتشقى انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاده شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه هو في حد ما يخافش من مراته؟ فضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراخ بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول ونوصل موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات ياسين انت ما صدق. الاجره يا فنديه. لما نوصل بالسلامه يا اخينا. ادفع الاجره يا اخينا قبل ما نوصل. بنزين يا اغلى دفعت الاجره مضاعف.
قال لا انا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم فنان. دخلي لسه مديهم لي دلوقتي. امال انا بطلب الاجره مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الاونطه دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا اخويا انزل. اديني هنزل يا اخويا مسوق. اديني افتح لي الصخمطه دي وحياتك. بتفتح من ايه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي لك ماشي الشروق بقى ان شاء الله يطلع لك طرد الجيك ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا تبدا الميه انت واللي يعرفها لما تبقى تتقعد تحت منك. اصحى ممنوع النوم هنا. ايه ممنوع النوم هنا؟ هو مش ده بيت ربنا؟ أنا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين. اصحى عشان افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى. يلا بره. روح انت يلا. يا سيدنا انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. قوي انا جعان نوم قوي. ما تيجي معايا وانا انيمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا ابويا لا يا ابويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انا نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 سي 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 الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. يجي منه تمام مقطوع من شجره واقع من على النخله وحالته انفشه وشكله قنشته. طب ما جهزتوش ليه؟ ان شاء الله بس اما نجوه شويه والصباح رباح. ماشي يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذة اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت مؤاخذة يا معنانا. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان. ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبيه. يا سي حسسانين يا برطوشي اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف بس كل ما بقولها لك بقول يا اهلي مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول دي يعني خلينا في السجن احسن. بيعملوا ايه للولد دي يا سي خليل يا حمار؟ الغبي يا حسسانين. هذا بالمؤاخذة الواد ده بيدوله شهادة. شهادة؟ شهادة ايه بقى؟ شهادة هياكل منها ذهب. أنا مش فاهم. بيعملوا له وعاها أنتك. أنتك؟ أنتكة إيه؟ غزق عين هيأكله الشهد. غزق عين هيأكله شهد؟ الشمال بس.
ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت لي. أني حزور الست أم هاشم وسيدنا الحسين وأتكل على الله أخذوا الحلزوني وأروح بلدنا. تروح؟ إيه هروح؟ تروح؟ أصل أنا طول عمري فقري وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس، فما كنتش بروح يعني ما بحبش أنا مش عايز شهادات. هذا مدخول الحمام زي خروجه يالا. يا أنت إحنا هندي لك لصنص مرة واحدة. يا سيدي أنا مش عايز، أنا فرحان إنني جاهل، أنا مش عايز شهادات. هات اسمع كلامي يالا. اللي هيجوعك دلوقتي هتاكل بيه مرق رون بعدين، عارف مرق رون؟ اسمع كلامي محدش عارف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني؟ هو دي ده حاجه يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بقالهاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل رجلي، هاتولي رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح فيكم بدايه. انا عايز رجلي، الحقيني يما، الحقوني، انا عايز رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح فيكم بدايه. بس يا جماعه هو اهلا سي جمعه، بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى، ده انا مش موجود، ده راحت المراكز. هو انا عيال هنا علاها؟ ده انا شاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا، ده انا دكتور جمعه، وميت مره قلت محدش يتصرف من غيري، واذا كان مش عاجبه سي سيد هاموش بتاعكو ده، انا ميت مؤسسه تتمناني. في ايه يا استاذ؟ ايه يا هاموش؟ ايه يا سيد هاموش؟ خلاص مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضو يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا اغيب زي ما انا عايز يا هاموش، انا ما بغيبش كده انت، انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبة عيال. طب خلاص انت استاذنا بقى، شوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية. استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. هناك تعالي لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز لف لفتين. وريني. شكله مش بطال كويس. ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا.
انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتتبعوني على البرد؟ لا هنتبعك ولا هنعمل فيك اي حاجه ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. هو ده نظام ارحمه. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على النص يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق، ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق، هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصب. وبدل ما يدولك شلن هيدولك عشره. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا عجز كبير قوي الاماكن الشيك، قال ايه، وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه، يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده، ما تقطعوني الزكته دي. اخرف خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت تتكلم خالص. طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي. نعم جايبك تغني؟ انا لو عاوز شحاتي يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته خالص، مش حاضر تتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النظاره واقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوه، طار ما طارش، الجنيه هيوصل حالا. الهي ربنا يكرمكم. الهي يا سيدي الجنيه اهو، وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك، انت بلاش لماضه، مفيش اثناء العمل بوس. الهي يا رب ربنا يكرمكم. الهي يا رب، ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز، ما تجيب حاجه لله. الهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا انت فاهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفتوا ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنيه. احنا اللي ولاد جنيه، عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصيه، ده سوكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك، احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين،
عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصيه وخلافه، نهايه الاول. انت هنا عبد المامور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا تاخد لك نفس؟ لا اتعشى. عشو؟ بقولك ايه، على فكره تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر، احنا ناس حقانيه ما نحبش تاكل حق حد ابدا. حقانيه؟ خدهم قد كده على قلبك، تبدا الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مديهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه دولار؟ هرر. ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصري، انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه، انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصر، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. هدي كبت. وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلوت قوي، نخلع بقى. كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايه وزي كل مرة يا متر؟ قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. 3 4 5 6 جنيه و20 قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه و20 قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادة. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولوا لي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحت ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ قال اما اقرع ونزها صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايه ويحبسك؟ امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهاني مش شي بقشيش برضه. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زين خليها جدعين، لزوم ايه اللات دلوقتي؟ وقلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهديت زباين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجي لك فين عشان ادي لك فلوس. يا ست بتدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق ده؟
مين طارق؟ قال لا ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علولي يعني؟ مثلا انا ساكن في الرصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ماجيش هنا تاني. يا ستي خلاص هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب. بعيده بقى. وانت من اهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادلين ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معنانا ايه؟ شوية ومعايا واد كمان كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ عموش. مال متكيف منك قوي كل يوم في العالة يا عم وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. طحنيت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله. انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يوميتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم. عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل على راي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي. احنا قلنا حاجه؟ هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد منع دمها يا جزمي. صارمة؟ ايه؟ قلنا صارمة. انا اسمي صارمة. يا سيدي ما فرقش كتير وريني. والله ما تفرق كتير حتى الجزمة احسن. ايدي. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك يا ربنا يخليكم يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10,000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم ربنا ما يحرمكم من نظركم. الهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك فين؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه. متسول. حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك قدام على العربية اللي جرك من الاول. الله. وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غير كده. ده بينها جد. يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله. انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين. انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. هذه الحملات؟ أمال كانوا فين النضوجية بتوعنا؟
كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا النحس بغيظني ان ده موسم وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا. كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا خلاص خلاص. معلش خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد. قوم امسك. خد البشامة دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده. ربنا يديك الصحه انت بس. هو صح الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه بني ادم. امال انت ايه يا ولد جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمة. سرمة. ايه سرمة؟ اسمي سرمة. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمة والسرمة. انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب. ده بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات يا اخوانا. انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف، الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين مش كده؟ هسيبهم لمين يا عباد؟ صارمة. ايه؟ صارمة. هسيبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ صارمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. هلا اقولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. يحزني الحزن. طيب 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيلن بقشيش. ها برضو مش هتاكلي حاجة يا مدموزيل؟ لا مش واكل، انا مستنية واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يسمك ايه؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام. دي وقعت ايدي بس، انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاد على الترابيزه معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب اسمع. ايه اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. تعالوا فرحين بدكم خيمة بقى كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخرس انا ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي. انت اللي تخرس يا غبي. غبي محدش مد ايدك. ما تقولش واد. ما تيجي تاخدنا كلامين مش دلوقتي. الله ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتهدم يا معلم. بس اسكت يا بغل. حتى يا بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه ده بقى مكان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامه. تلميذ بشغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله وبقى عندك صنعه محترمه تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغله محترمه دي؟ ده الحراميه احسن مننا. على الاقل الحرامي بيسرق عينه عينه ومعروف انه حرامي، لكن احنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخل. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصه الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصه الكلام بدل ما اعترفت انكم حراميه ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي؟ انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي. وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه.
انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام أمانة يا غبي. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينسو دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زفت؟ زفت برضه؟ مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغير كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ أهوه. عجبك الرمية اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحبي من زمان، انا اللي اكتشفتك ومهونش عليا تتلقح التلقيحة دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا.
وحندي لك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اهو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السما اقرب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى، العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل لما لضتني. اوعى تكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي. تفتح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك؟ يا ستي هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم؟ في الشغل يعني، اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني انا بشتغل مستثمر اجنبي. ده مصدر واحد اجنبي. اصلهم دايما يقولوا مستثمر اجنبي. لا يعني انا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل اعمال. ايوه اعمال حره يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، امال يعني على باب الشعريه. يا بنت الايه، دمك زي العسل. اديك حقك وانصرف انا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ اروح شغل. لا لا لا، شغلك ايه؟ اقعدي تتغدي. اتغدى؟ لا يا عم، حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلينها ولعه. ولعه ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمل بكره تكبر يا خدامه حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجه. عليا النعمه لا انت واخدها. وانا بقول لك شغل حاجه على شغل حاجه. علي النعمه ويمين على يمينك لا انت واخدها. انا ما تقوليش حاجه بقى، مش واخد فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى عشان تعملها لي حلوه نفس الوانه وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكره. خلاص بكره بكره. إلهي ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر، الهي ربنا يكرمكم، الهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة ايجيبشن ماني. هو كده انت ايه يا ستة؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت مالك انت جرح؟ انت عايز مني ايه؟ لما في زبونه لما يديلك. وانت هتنقع عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راخ عليه. الله انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشي يا معاك بكام؟ طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الهي ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة الدين. صباح الخير. صباح النور.
لا ربنا يكرمك. الله دولار. ايجيبسان ماني. اله ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوالي 35,000 جنيه للشقه. يا بلاش يا بلاش 35,000 جنيه للشقه. الو اهلا سعاده البيت. ايوه سعاده البيت. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني مش عاوز معاوحه كتير. وضوح يا فايق انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطرتك. والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. تحت يا حمد. حاجه زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجه تحت؟ اه بيغسلوا سلم العماره النهارده. سلم ايه؟ امال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حمد الغباوه دي؟ مالي انا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ انا بقولك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين حيفوتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه خايب؟ ربنا يرزقه يا سعاده البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضاره سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقولك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربيه وعايز جنيه في مشوار زي ده. مش من غير البنزين. البنزين غير قرشين سعر. تقوم انت تاخد جنيه؟ هلا احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد ايه جنيه اهو. ماليش دعوه بالشحاتين كبداء الميه. كل زبون ناكف فيا لحد ما يدينا الاجره. امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قومي يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة بقى انت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب جذاب زيك أنت؟ جذاب؟ جذاب إزاي بقى؟
هو جذاب. بقول لك انا مش كذاب. مش كذاب، جذاب. جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. ايوه فم. اه فم. انا فم. فمته ودمك زي العسل كمان. معقوله بقى ما تكونش مقطع السمكه وديلها؟ سمكه ايه؟ ده انا غلبانه على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عينك عينك كده؟ ولا حتى ايام ما كنت في الجامعه؟ جامعه؟ جامعة ايه؟ ادي اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لان انا ما كنتش في الجامعة من اساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة امي. لا انا بتكلم بجد، ما معكش شهادة جامعية؟ لا. احسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ انا الحمد لله بكتب احسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى ان عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا في شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحده متعلمه مش هتسالك على شهادتك. متعلمه لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معهد سكرتاريه. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا مين دي؟ انا بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا. خلاص ما دام مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ الا بسرعه كده؟ ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك؟ احنا في عصر مترو الانفاق. وعلى فكرة باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه. طب ايه رأيك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لئيمة. طلع مش عارف. والاماكن اللي راحها ما تدلش عليه انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوة زي القمر وقعد معاها في كاسينو. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره. صباح الخير، قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر، صباح الخير ولا مساء الخير؟ يا ستي ما تدقيش. علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتك. تعجبني عريس. الا عريس؟ اه، ما هو دام لابس اللي على الحبل ومتشيك يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه، ونضفنا البيت واشترينا دستة جاتو وما بخرت الشقة بعد الصلاة. بس اوعى تقول ان انا قلت لك. لا ما تخافيش، والختنة الشريفة من هاي. تعجبني، اتفضل. يا ساتر يا ساتر. دستور. انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا، تقدر تقول يا نانا. اتفضل. مين يا نانا؟ ده اسمه ايه ده يا بابا؟ حسنين البرطوشي. ايه البرطوشي؟ الحمد لله دي نعمات ارحم 50 مرة. يا بنتي يا شقية. طب خش اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. دمها خفيف. اه اهلا وسهلا. انا بنتي عايزه كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اه اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم. بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل سريح. ونعم التفكير. تحب تشرب يا حبيبي؟ كرسي معز. يا نانا انت قلت تشرب ايه؟ كل نتفليكس. حاجه ساعه اي حاجه. حاجه ساعه يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايده كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر. بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشره. عظيم. ده بعد كام سنه؟
بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذة أنا مش فاهم حاجة. استثمار يا عمي يعني إشي بره وإشي جوه وشغل آخر حلاوة. يعني شغلة كويسة وبتكسب. بتكسب؟ أهي بترزق آخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا عيني، أنا كل اللي يهمني إنكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش، تعيش يا عمي. تاخد سيجارة سوبر بفلتر مستوردة؟ يا ابني السجاير مضرة بالصحة وبالمال. مضرة بمال مين يا عم؟ ده أنا مش عارف أودي الفلوس فين. امسك، امسك سيجارة. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على أيتام، امسك. طيب يا سيدي أشكرك. أنت مش قلت إنها مضرة للصحة؟ لا 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 والله دمك خفيف. الحاجة الساعة يا ولاد. إحنا هنقعد نقول طول النهار حاجة ساعة وحاجة سخنة؟ ما أنت عارف كل حاجة بالمتكشف. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدق. ما تسخطيش نبال مدلوقين عليه. الف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. انت برضه ما تسخطيش. الظاهر يا ابني ان انا هحبك لانك هتشرفني وهترفع راسي، لاني من زمان نفسي يبقى لي ولد افتخر بيه قدام الناس. مالك يا علاقة؟ مش في الفورمة يعني؟ وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ شغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلالين؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه العاب وهلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ اجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحده، اي واحده بتاعت غرزه بتبيع حمص الشام، بتبيع دوره، بتلم سبارس تتمناك. سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي. ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم من امتى؟ انت محترم بقرشك. معاك قرش تساوي قرش، واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. ليه؟
ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعمل لي فيها بقى سي السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله؟ العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني، انا جريتك يا سي السيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا الثلاجه التلفزيون، ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه، وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده. نوفر القرشينات، العروسة للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيولة معاه، صح الكلام؟ عايدة يا عيون عايدة، انت طيبة قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقة انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحة كده انا عايز ادوكم بومبة. بومبة ايه يا ابني؟ يعني اخلع، عايز اخلع. تخلع؟ يعني ايه مش عايز تتجوز؟ ايوه. ايوه؟ ايوه ازاي؟ يعني كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المسألة جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس بس ايه؟ غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينة اهي خلاص. انا ما استهلكيش، انا اصلي جربوع، ورحمة امنا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. مالوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك، انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع؟ عايده. عايده انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايده عايده، وهاني لازم كنت اخلص ضميري. الناس دول ناس طيبين، وحرام اذيتهم. انما انا شحات، مفيش اوطى من كده. ضايقتك شوية مش كده؟ هي مين دي اللي ضايقتك؟ المدموزيل اللي كانت معاك، خطيبتك مش كده؟ لا، وانت عرفت منين؟ إيه؟ انت كنت مراقبني؟ انا مراقبك من ساعة ما خرجت من اللوكان ده. شحاتة فندي. شحاتة فندي؟ انت حكومة، انا ما عملتش حاجة، انا انت حكومة. مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجة. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغاية ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه، ده بدون خصومات.
ايه رايك في 100,000 جنيه؟ مئة ألف جنيه؟ ليه بقى؟ حسرها لك سرية ولا عقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايرة. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للإدارة بتاعتك، تقول فيه اتضح من مراقبتي الفايق عايش انه انسان شريف، وانه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وامانه. اما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده، فده ملوش اي اساس من الصحه. وانت فعلا ما شفتش حاجه؟ تقرير ايه واداره ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامك ده وبتراقبه اكتر من 3 اشهر. اصحى معايا وفوق، دي فرصة العمر ما تجيش غير مرة واحدة. انت شاب وداخل على جواز، والجواز عايز عفش وتلاق. الانطلاق، خبرة 50 عاما تقدمها نيسان ديزل من محمد موتورز. اقوى المحركات، حمولات متعددة، اكبر مخزون لقطع الغيار، واحدث ورش للصيانة تحت اشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركة محمد موتورز. الجماعة دول محرجين عليهم انهم يرمشوا، بس انا هعرف اخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعية محتضنة بسراب من البقاليل المنعشة. تمتع بسر شويبس. بل التنظيم. الله 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 الله. ايه ده؟ ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه ماك؟ ماليش. على انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي قال احساس مع سيرة خطيبي ده خالص، ما بقاش في خطيبي. طيب طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ سعادتك عندك حق في كل اللي قلته، انت اذكى واحد شفته في حياتي. دول 150,000 جنيه مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد، لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار ماني. الهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضرة الظابط. قال لها ايه يا جدع انت؟ انت هتخني ليه؟ اسيبك بالليل الاقيك الصبح قدامي. انا راجل اعمال، لازم اطرق على الحديد وهو سخن. الحديد ايه وسخن ايه؟ سيبني يا جدع انت استرزق. اركب مش هتندم. انا مشواري يتكلف غالي. اركب. اركب اركب، ما اشوف اخرتها ايه. الله، ايه الحكايه؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه ايه؟ الله، المبلغ اهو 150,000 جنيه بالتمام والكمال. والمقابل، المقابل تند التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجة، اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان عامل لي مش عارف تقرا. فاستهل. ما
انما انت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. انت مالك بقى؟ طب انا لما اقدم التقرير ده للاداره بتاعتي تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ اهو على الاقل هتسكتهم عني شهور ولا سنه، وانا مش عايز اكتر من كده. انا الكلام كتر عليا وانا عايز اريح الحكومه. لا كتر خيرك، على الاقل ياخدوا بالهم من الفلان. بيقول لك مره واحد الفضل لعب في حبه رسم على صدره قطه. حلوه. مش قلت لك دمك خفيف؟ ايوه انا عارف. اتفضل اقعد. امضي. امضي فين؟ هنا يا رب. طب ما ابطم احسن. عليكم حركات يا بتوع البوليس. دي امضى دي؟ ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت بتتريق على امضة الحكومة؟ لا 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 ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. هلا انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا في حل تاني. ايه هو؟ اقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني، اقر واعترف اني خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوة. طب وليه كده؟ اضمن حقي. انما ما تخافش انا مش حظهره الا اذا خنتلي. ما بلاش. ده شرط الاساسي. امري لله. انا حسنين البرتوشي اهدي تحياتي الى 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 اقاربي في خربتها بحيره. إيه؟ والى امي والى اخواتي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا الضابط حسنين البرتوشي اقر واعترف انني اخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوه، وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. الشنطه دي عندك 5 دقايق وحياة ابوك. ايه فيها؟ فلله. تشكر يا اخوي.
الديواني. عايز ايه؟ عايزك. يا سلام، عايزني؟ انت مش قلت اخر مره انك مش بتاع جواز والكلام اللي انت قلته ده؟ انسى اللي فات، انا كنت بعمل ده لمصلحتي. احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه والعيش تعيش عايز. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي انني لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى، ده خشبه حبشي؟ انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش، ما تزعليش، انت عصايا، انت زعزوعه عمري. انا زح. هو كده الحاجة يا شيخة، منعول أبو الدنيا لأبو المغفلين، ولا أقول لك بلاش نشتم المغفلين أحسن، دول أصحاب فضل علينا. مين يا عايدة؟ ده حسنين يا بابا، اتفضل. حسنين؟ أنتوا مش كنتوا هنكتب الكتاب ونعمل الفرح أنت يا عم؟ لا بقى، أنا مش فاهم حاجة، مش مهم تفهم، نعمل الفرح وبعدين أبقى أفهم. هنقصدكم دلوقتي هخلص شهادة متعلقات وأجيلكم على طول. أنت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عايدة. وظبط واحد مسطول على النص يا بيقزقز بومب. واحد مسطول روح بيتهم بالليل قوي، بعد يخبط على الباب ربع ساعه طخ طخ، مراته تقول له مين، هو من بره. سخيفه بس عاوزه توضيح. توضيح بعدين. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو ان اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده هي اللي تورينا وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم حاجه. لا لا، انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المرة دي طب نصوحة هموش، وحسكم عينكم اشوف حد فيكم في اي حته، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. ده انت طايح قوي 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 يا غبي، واي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن عليه. انت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا أقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص، عايز يمشي عشان ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، التهيه اللي قفلت معايا. السلام عليكم، ولو ان اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ يا خساره، النموذج اللي انا عملته باظ. نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفه هقطع خبره، جابكوا ده الميه لما تتجقر تحت منكم. ايه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري وراه يا عزيز، اطهر ما تخلوش عيب عن عينك، جري. امرك يا معلمة. الواد ده اكيد لقاله سي 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 تانية، ولو قفلنا عليه سي 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 تانية هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكة التانية بقى؟ انا هقول لكم عليها. الواد ده مش هسي سي سي سيبه، وانا اللي هقطره. يكون في حلمكم. الواد ده اذا مرجعش لازم نخلص عليه، لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لان لو ما عملناش كده الكل هيقلده بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكه الشحاتين. اي مملكه لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. او انا في سبيل بقائها. انت مسقف انت على النعمه، انت خساره فينا يا جدع. يكون في علمك يا استاذ جمعه، لازم تحضر لنا واحد تاني، لان المكان ده سوق. Wow, 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 wow.
عارفين واحد تاني غيرنا؟ ظهر كده بيه. يعني ما اكتفوش بتقرير صاحبنا الاولاني؟ ضروري يا بيه. بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا؟ عارف. راجل ايه؟ انت مين؟ انا اسم النبي حارسك وصاينك. انا اللي ضحكت انت عليه. احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجاهل عليك. تقطفها. تقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهره عندنا في حياتنا يا بيه. اغلى راجل عندنا عايش في الهفوه يا بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ بره مين يا بيه؟ سيبوا يا حامد. سيبوا يا حامد. سيبوا يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساسه سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكاندا. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه. يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطه. انا شايف كل حاجه بنفسي. يا بيه الراجل اللي ربناه واتقناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا تيجي انت تاخده مننا سفلاء. انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه يا بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهرات سكرتة موقفينه بدل حساسه سنين. بس حساسه سنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكي له يا اخي. احكي له يا حامد. انا هقول لك كل حاجه سعاده البيت. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف؟ دي ليله واحده في العمر يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليلة واحدة في العمر. ليلة واحدة في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش أي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. أيوه يا ابني فرح يليق بمركزك. حلوة مركزك دي. يا نهار أزرق لو كانت عرفت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. أنا خايف يا سعادة البيه لأكون مسألة الشحاتين دي مقلب مدبره البوليس. ما افتكرش. على كل حال إحنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجة هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده أوانطة. آه. اهلا يا سعاده البيت. اهلا اتفضل يا بيه. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعاده البيت. هنا مين؟ مين هنا؟ خش اتفضل. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه. اتفضل. اهلا وسهلا. بتعمل ايه هنا يا فند انت؟ انا مستني ساعات البيت. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيت جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خابور. يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرحه بكره. وبيقولوا عامل فرح انتك فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. بفلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه. 50,000. لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه.
اجهزوا بكره يا ولاد، احنا عايزين نطلبه الفرح فوق دماغه. دعيتك على ايدينا يا حسنين الكلب. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. اسكت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا لا عيب، عيب يا بيه ما تقولش عليه حرامي مش كده. ده راجل شحات محترم. بس يا خليل بس يا اخوي. ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنه الشحاته وحشه ولا ايه؟ انت زي ما قلتلهاش انك انت متشوه. بس يا خليل انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين 150,000 جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكره نتفاهم. مفيش بكره، دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك حطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا لا معلش، احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله، مش تعرفني باصحابك يا ابني. هتعرفهم بينا معنانا. دول اصحابي قوي، اصحابي قوي يا عمي. دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم شحاته معلبه. حوش اسال حوش يا عم، بيندهولك هناك. فبعد اذنكم. جاي هو. قلت ايه؟ مش عايزين نضيع وقت. اشاره واحده وكله ينتهي. هقول لك في الصباحيه. مين دول يا حسنين؟ في الصباحيه هقول لك انا. اتفضل.
الصباحيه هبقول لك. صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. هو في ايه؟ الصباحيه هبقول لك. فين؟ الصباحيه. ماما كتفوا حبيبي النبي. يا موسى تعال تعال تعال. امسكوهم. انا ماليش دعوه، دول شحاتين مع بعض. وقعت يا سفايق، كل اللي انت عملته محسنين كان متراقب، واحنا سهلنا لك الماموريه وادينا لك الدوسيه اللي اقنعك انه ظابط. يعني حسنين مرشد؟ ادي الحكومه 150,000 جنيه يا غبي. ده انت اللي غبي، ده اللي خدت 50,000 جنيه مكافاه من الحكومه. حلالي، تعالي يا حلالي. طب بس مين دول يا حسنين؟ بعد ما نخلف عيال هبقولك. هاتي بوسي زي بتوع السيمي.